بعد كلام هذا الكل أكيد سكيماروس باش تلقاو برشا كلام هكا وخير منه. احنا ما نجمو نعملو حتى كان 10% تسمى حاجة باهية وإنجاز كبير بنعروس، مش لازم تنتخبونا حتى، ومش هدف منا نتاعنا الأساسي أنه نترشحو أنه نطلعو أنه نفكوا البلاد هذايا. المهم تفيقوا، هذا يطلبكم تفيقوا وتعرفوا عدوكم الرئيسي، تفيقوا شكون تشوفوا شكون حتى من الشعب نتاعنا، تشوفوا شكون فكنا بلادنا وحطحتنا في الهاوية. آخر حاجة، ثلاثة في تونس هم الكفار اللي حكيوا عليهم، الجوع والفقر والهم لازم نقضيو عليهم. الشعار نتاعنا هو حنظلة، رمز مقاومة عدم الرضوخ وعدم الرضوخ لكل مستعمر وكل حاجة تحب تفكنا بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.